صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، يا حبيب الله، يا باب نجاة الأمة، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله، يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدته نساء العالمين، ما خاب والله من تمسك بكم، أمن والله من لجأ والتجأ إليكم، يا غريب الديار، يا مظلوم كربلاء، ولقد وقفت فما وقفنا مدامعي في دار زينب، بل وقفنا ربابا وسجلت من حر الزفير شهابا فاحمر منها الدم حتى أوشكت تلك المعاهي تنبت العنابا، وذكرت حين رأيتها مهجورة فيها الغراب، يردد التنعاب أبيات آل محمد، أبيات آل محمد لما خلا عنها ابن فاطمة، فعدنا يا ونحى العراق بفتية من هاشم، كلا تراه المدرك الغلابا شيبا إذا شب الهياج، سلام الله عليه.
شيبا إذا شب الهيال وشابت الأرض الدماء والطيف رعبا شابا ركزوا قناهم في صدور عداتهم ولبيضهم جعلوا الرقاب قرابا يتمايلون كأنما غنى لهم وقع الظبا وسقاهم أكوابا وجدوا الردى من دون آل محمد عذبا أوانيه وبعدهم الحياة عذابا طوح الحادي والضعين حاجب حنيني وزينب تنادي سفرة القشرة علي صاحت بكاف شديد العزم والباء شمر ردانك وانشر البرق يا عبا كني عاينها مصيبة الشيب الرق ما ظنت نرجع بدولتنا المدينة قالها يا زينب هاج قلبي لا تنخي ما دمت انا موجود يا اختي لا تدلي لو تنقلب شماتها ويا العراق لحصد جماجمهم وانا حامي الضعيف لا تهيجيني ولا يدش بقلبي جنخ ما يروعني طعن الرماية يا حضر بالسيو بس ادعي من الله يسلم لي هلفه لحصد جماجمهم وانا حامي الضعين صاحت عرضك في الحرام يا اخوي وابي وقطع الدرع هذا الذي منا مخاب الان بمعزه وبعدكم ما ادري شوافي ويا اللي يرد الخيل يا حاجت علي ولكن الامر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال تعالى في محكم كتابه وعزيز خطابه بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين آمنا بالله
عبادة الله هو البيت العتيق، زاده الله شرفا ورفعة ومكانا، وسمي البيت العتيق لأنه ما خضع لاحتلال على الإطلاق. البيت العتيق ما خضع لاحتلال على الإطلاق. عندما تقرأ الاحتلالات السياسية اللي أصابت بعض البقاع العربية والإسلامية، أنت تستثني هالبقعة ما خضعت لأحد من الغزاة على الإطلاق، فلذلك سمي البيت العتيق يعني الحر. العتيق هذا معتوق أي محرم، البيت العتيق الحر إلى كافة المسلمين، ما يخضع إلى فئة وسيطرة فئة وتمكن جماعة، وإنما هو بيت الله لعموم المسلمين، ما يخضع إلى نفوذ أحد. هذا بيت عتيق سموه. هذه الآية الكريمة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله بعد حوار ومشادة ومنازعة بين المسلمين وبين اليهود خذلهم الله. لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله من مكة إلى المدينة، القبلة كانت إلى بيت المقدس. القبلة مو القبلة، لأن في فرق كبير بين القبلة وبين القبلة. واحد يدخل المسجد يقول وين القبلة؟ القبلة معناها اللثمة، بينما القبلة بالكسر معناها الاتجاه إلى البيت شرفه الله. هاي القبلة، والعربية الحقيقة يعني الفروق كلها هالفتحات وهالكسرات وهالضمات، يعني فتحة واحدة تغير العبارة كلها. مثلا تقرأ قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، لما نقول إنما يخشى الله يطلع الله اللي يخاف من العلماء، خلي هالضمة هذه إنما يخشى الله. لكن لما تقرأ إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني العلماء هم اللي يخافون الله لأنهم عارفين حقيقة سبحانه وتعالى. شوف هاي فتحة وضمنا تحول من الفاعل إلى المفعول ومن المفعول إلى الفاعل ويختل المعنى. فهنا في هذه اللفظة القبلة بالكسر معناه الاتجاه إلى البيت شرفه الله، والقبلة بالضم معناها اللثمة. وهذه القبلة احنا نتوجه إليها في أكثر من نقطة. أولا في الصلاة، فلا تصح العبادة، لا تصح الصلاة إلا إذا كانت إلى جهة الكعبة شرفها الله، مو إلى عين ال... وإلا إحنا ما نستطيع بالدقة، مثلا إحنا البحرين مواجهين الغرب نقول أن هذه هي الكعبة بالضبط، لكن جهتها هني، إحنا نتوجه إلى الجهة. لكن لما نكون في البيت شرفه الله نتوجه إلى هذه الردات. فرق بين الاتجاه إلى الجهة وبين الاتجاه إلى العين إلى الذات. فالمفروض المطلوب من عموم المسلمين البعيدين المطلوب منهم الاتجاه إلى جهة الكعبة شرفها الله، جهة، وإلا هي بالذات
بحيث نكون فيها المساحة 8 متر في 8 متر مثلاً، لابد أن يكون الاتجاه فيها الحدود فيها القطر، هذا من الصعوبة المكان. وإنما يكتفي الشارع بالاتجاه إلى الجبال. ولذلك لو حاصر الإنسان الزحام في الطواف، وأحيانا يكون الباب مفتوح، باب الكعبة مفتوح، وبعضهم يحصل ضغط شديد وأيمن فد يجد إليه ويدخل فيه ويطلع من الزحام، وهو الحاج من أن توضع في صعوبة سابقا وحاليا. حاليا المواصلات تحسنت لكن الحجيج كثر، سابقا حجاج ما في، المواصلات صعبة. يعني الحج سابقا وحاليا فيه نفس المشقات. الأول الحاج يطوف ثلاثة أربعة ما في مزاحمة، يعني المشاعر المقدسة كلها بالراحة الإنسان يقضيها، لكن التوجه والرجوع يحتاج إلى مشقة متعب. زحمة الطواف الآن ساعة أو ساعتين أسهل بكثير من ثلاثة شهور يشد الرحال. فلو زاحمه الطواف وشاف الباب، طبعا إن شاء الله معظمنا يعني قد توجه إلى أداء هذه الفريضة وفق الله الجميع، وشاف باب الكعبة مفتوح ودخل، أحيانا يصير وقت الصلاة يصير ازدحام ما يقدر الإنسان يخرج إلا يلزم هالشبرين اللي هو واقف فيها وخلاص، هل يجوز له أن يصلي في جوف الكعبة داخل في الغرفة هذه؟ طبعا هذا غير جائز عندنا، هذا لا يجوز، لا يجوز ان ينفذ الى الداخل فيصلي رجله صلى ويصلي له. لكن لو قهر على ذلك ما عنده مجال ليصلي، جاز له ان يصلي لكن يخلي شيء من العتبة بين يديه على اساس يكون هو، لان هي الكعبة من الخارج مو بالداخل، من الخارج، وتكون صلاته صحيحة. لكن إن شاء الله ما يتعرض أحدنا إلى هالمأزق هذا الصعب يعني. نعم. الباب، لأنه ما يقدر يصلي إلا مواجه الباب على أساس العتبة اللي برا يكون يسجد عليها حتى يكون مصلي إلى جنبه يعني. إذا ما عرف الاتجاه ما يدري وين يصلي، القبلة وين، إذا لم يعرف الاتجاه ولم يعرف القبلة، إذا الوقت واسع توه مأذن ويريد يصلي الآن وما يعرف الاتجاه إلى أين، هالجانب، إذا الوقت فيه سعة يصلي إلى أربع جهات، في زحمة عليه يعني، خاصة إذا صلاة الظهر والعصر يعني 32 ركعة يعني إذا 4 في 8 هذا يصلي إلى أربع جهات إذا كان الوقت واسع، بحيث يمديه يعني يفرغ من هالفرضين ثم يجدد فرضين الى هالجهة وفرضين الى هالجهة، هو حتما ثلاثة فروض غير صحيحة وفرض واحد صحيح، ثلاث صلوات بتكون مشطوب عليها وصلاة واحدة بتكون صحيحة، فمعنى ذلك تأكد من الصلاة. لو اراد ان يعتمد على محاريب المسلمين، اجا قال احنا الان ما نعرف القبلة، نعرج بسيارتنا على المساجد مالنا، شوف وين المحراب، هذا المحراب بعد يحتاج يسأل احد هل هذا حجة ويكفي،
أو لابد بعد اثنين يسألهم تعال هذا محرابكم صحيح يا معاشر المسلمين، والله أنا من بلد الفلاني ولد أصلي إلى القبلة وأشوف محرابكم هالجهة، يحتاج بعد شاهدين عدلين؟ لا، محاريب المسلمين حجة على صلواتهم. هاي من العلامات المميزة. طيب لو ما وجد مسجد، هل يجوز أن يعرج على المقابر فيتخذ منها دليل؟ اي نعم، مقابر المسلمين بعد ممكن تشخص إليه القبلة، لأن عادة المسلمون واجب أن يواجهوا بالميت إلى القبلة فيعرف، إذا عرف القبر الشمال والجنوب يشخص الجهات الأخرى، فممكن أن يتخذ من المقبرة أيضا علامة على القبلة، لأن أيضا من الشروط أن يوجه المسلم إلى القبلة. حتى هذا اللي متزوج كتابية مثلا، لو واحد تزوج مسيحية، ايوه هاي الزواج في المسيحية ما نجوزه إلا أن يكون منقطع، يعني ممكن يتزوج كتابية لكن زواج منقطع، متعة مدى الحياة، لكن خليها متعة مدى الحياة. والفرق بين المتعة والزواج، لأن هذا الزواج الدائم أنت ترثها وهي ترثه، لكن هذه المتعة ما فيها ميراث إلا بشرط، ونحن لا نجوز أن يرث الكافر المسلم. ما نجوز تزوجه ولا سمح الله اختاره الله إلى جواره، يكون أمواله كلها تروح إلى المشركة هاي، إلى الكافرة يعني، أو إلى الكتابية، فنحن لا نجوز هذا حتى لو اشترطت. نعم إن شاء الله، حتى لو اشترطت في أحد الأخوان، لما عرضنا عليه الموضوع هذا قلنا احنا نعقد عليه متعة زوجتك الله يهنيك بيها لا يمانع فقه أهل البيت سلام الله عليهم من أن تعقد على هالكتابية، لكن يكون العقد متعة مدى الحياة. كم حياتك؟ 70 سنة. نكتبها بصيغة العقد مدى الحياة على كتاب الله وسنة رسوله ومنهج أهل البيت، متعتك موكلتي فلانة بنت فلان بأجر قدره 1000 دينار مدى الحياة. هاي الصيغة فيها اختلاف هذه ان شاء الله. هذه الان بينتنا الى الموضوع حتى تكون على هدى وبينه، قلت لها ترى انت لا ترثين من، ما في ميراث، لكن هو يرث منك، لان احنا نستورد ولا نصدر يعني، ناخذ وما نعطي. حتى بالنسبة إلى أخذ الزيادة، لو واحد وضع أمواله في بنوك غير إسلامية، لأن لا يجوز أخذ الزيادة من إخوانك المسلمين، بنوك الإسلامية ما يجوز أن تأخذ منها الزيادة، لأن أخذ الزيادة يكون من إخوانك المسلمين وهذا محرم. لكن لو وضعت أموالك في بنوك غير إسلامية، بنوك أجنبية، فقه أهل البيت سلام الله عليهم يجوز أخذ الزيادة من غير المسلم المحارب. استمع إلى اللفظ، مو كل واحد غير مسلم إحنا نجوز نأخذ منه زيادة، لا، من غير المسلم البنوك غير الإسلامية لكن المحاربة. وبما أن الغرب كلهم صفا واحد إلى جنب اليهود خذلهم الله، فنحن نجوز أخذ الزيادة على الأساس. والله هذا الرجل الشاب استشاط غيظا، ما وافق على العارة،
كيف انا اتزوج واحدة انا ارثها وهي لا ترثني؟ نشترط في العقد، هذا شرط سجلي يعني، فاذا مات احدنا ان يرث كل منا الاخر. المؤمنون عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا، هذا الشرط يكون باطل لازم ما له قيمه، هذا الشرط ما يحلل ولا يحرم. الشاهد انا موضوع القبله، رحنا هذه موضوع القبله، فلو ماتت هذه المراه، هذه المراه ماتت وفي احشائها جنين، احشائها في ولد ميت، الان الولد هذا نلحقه بمن؟ نلحقه بها او نلحقه به؟ هنا يقول الشرع لا، الولد يلحق بالمسلمين، انه من صلب مسلم يعني، بندفنها الان، تدفن عكس القبلة، نخلي وجهها مشرر، لان الجنين الذي في الاحشاء يتعلق بالظهر ويكون مواجه القبلة. شوف محافظة من الاسلام على المولود، لان المولود يكون عادة العمود الفقري اليه هذا يحميه، وهو متوجه الى الظهر، جالس في الرحم مواجه ذيك الوجه، حتى ما تجيه لكمة ولا ضربة، لان الجوانب خفيفة هذه هنا قوية يعني، موجود الاحتياج حامي. طيب كيف الآن تدفن؟ تدفن هي معكوسة، فإذا وجهت إلى الشرق هو توجه إلى الغرب، وبذلك أحرجنا القبلة. فإذا الصلاة لا تكون صحيحة بالنسبة للولد يرث. واحد سأل عن الأولاد، الأولاد يرثون، إنما الأم هي التي لا ترث، لكن ممكن أن ترث إذا أسلمت، وما علينا إذا كان من أهل الثروة الكبيرة، إذا كان مثري ووجدت إغراء في الدخول في الدين، بعد أحيانا تصير إغراءات يعني، إذا عنده هو مبلغ كبير ممكن أن تتخلى عن مسيحيتها وتدخل في الإسلام، وحتى لو كان هدفها احنا كما بينا عصرا يعني، بعد ما نسأل ولا نروح نجيب اشعه ونشوف هذا القلب شنو اللي عليه المراسيم العقائديه، لا ما نستطيع احنا هذا راجع لها، والله مطلع سبحانه وتعالى. فلو ارادت ان تسلم ما نقول لا احنا ما نقبل اسلامها، هذه ما اسلمت الا من اجل 10,000 دينار او 20,000 دينار، لا، اذا اسلمت صح إسلامها ونخولها ورقة وثيقة نشهد لها بذلك ونختمها، وعلى أساسها تتغير كل المعاملة. فإذا القبلة في الدف والقبلة في الصلاة، لو صلى الإنسان في أعلى جوف الكعبة في هذا المبنى، وطبعا اللي ما شافه بطريق مباشر شافه بطريق غير مباشر عن طريق الشاشات هذه، لو صار الوقت عليه وهو مثلا من خدمة البيت شرفه الله، قاعد ينظف او يمسح او يلمع وأذن، هل هذا يلزمه بالنزول؟ هي القبلة من أين تبدأ؟ القبلة من تخوم الأرض، وإلا لو واحد دخل سرداب وصلى صلاة صحيحة، ما نقول له اصعد فوق على أساس القبلة تبدأ من فوق، لو صلى في تخوم الأرض، واللي رايحين بعد المملكة المتحدة وشايفين الأندرجروند اللي في تخوم الأرض، هذا صلاتهم تكون صحيحة، تكون الصلاة صحيحة أبيش. وحتى لو صلى في الطائرة وهو في الأجواء صلاته صحيحة، لأن القبلة تبدأ من تخوم الأرض إلى عنان السماء، كلها تعتبر قبلة.
وكذلك نتوجه إلى القبلة في الطواف وفي الصلاة وبعد شنو في الدف، في بعد نقطة رابعة في الذبح. الذبح يعني إذا ذبحت هذه الشاة إلى غير القبلة حرمت. هي شاة، شاة ماعز، هذه الشاة هذه الماعز إذا ذبحتها إلى جهة الغار أصبحت حلالا، أما إذا ذبحتها إلى جهة واحدة من الجهات الأخرى متعمد طبعا أصبحت حرام، لأن الإسلام له مميزاته الخاصة، له مميزاته الخاصة. حريص الإسلام على مثل هذه الأمور، وإلا إذا واحد أول ما يولدوه أول ما يولد الشرع يقول لك أذن في أذنه اليمنى وأقم في اليسرى، كيف هذا طفل صغير ابن يوم ما عساه أن يبقى من الأذان؟ هذا مولود جديد يريد يرفع لواء التوحيد عليه، لا حد ياخذه. الآن لاحظ في السباق بين دول الكبرى اللي يصل إلى منطقة يرفع علم عليه، وتصير معركة ومذابح على رفع الخرقة هذه. هاي الخرقة معناها الهيمنة، وأن يوجه إلى القبلة وأن يذكر اسم الله، هاي كلها من شروط الذبح، وإلا تحرم الذبيحة. نعم، بغير الحديد لو بسلك كهربائي مثلا أو شيء لا الذبح حرام يصير، إلا أن يكون حديد ويوجه إلى القبلة ويذكر اسم الله. وسابقا بعد أهل محلات الذبح الله أعلم يعني بعد الواحد ما يجي يسأل، لأن معظمهم يعني جانب تتسأل بعد أنت مسلم أو أنت مسلم تقول الله أكبر أو ما تقول، الناس تأخذ الدجاج وتمشي سابقا. لكن إن شاء الله الأمور أصبحت إلى الأحسن والأفضل إن شاء الله. هذه الآية إن أول بيت وضع للناس لما نزلت على قلب محمد صلى الله عليه وآله كما بيان بعد حوار نقاش لما هاجر الرسول صلى الله عليه وآله من مكة إلى المدينة، وكانت القبلة إلى بيت المقدس، أنس اليهود قالوا صبى لنا محمد صلى الله عليه وآله. أشوف الرسول والمسلمون توجهوا إلى قبلتنا وتركوا قبلتهم، وشيء فشيء يتنازلون عن دينهم. سمع المشركون ذلك، وقع الحوار والنقاش. المسلمون يقولون البيت شرفه الله هو أول بيت، واليهود خذلهم الله يقولون بيت المقدس هو أول بيت. فهبط جبرائيل على قلب محمد صلى الله عليه وآله وهو يحمل قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي، هذه اللام للتوكيد هي الذي يعني للذي، لزيد قال للذي ببكة مباركا وهدى للعالم، لأن البيت شرفه الله، اللي بنى البيت أول من بناه في روايات آدم على نبينا وعليه وعليه الصلاة والسلام. فلما أن حج وطاف وسعى لقيته زمرة من الملائكة فقالت يا آدم، فقالوا يا آدم بر حجيجك فنحن قد حججنا قبلك بألفي عام. هذا إذا كان قبل آدم يعني. وهناك بيت يسمى الضراح،
موازيا ومقابلا لهذا البيت شرفه الله: وكلما طاف حاج وسعى حاج طاف ملك مكانه، ويكون الأجر والثواب لهذا الحاج الذي يطوف بالبيت. اللهم ارزقنا الحج بيتك الحرام. فإذا بينما وعلى تقدير أن الذي بنى البيت بغض النظر عن الروايات، على تقدير نتنازل نقول أن الذي بنى البيت هو النبي إبراهيم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، وإن كان الآية ما تبين أن النبي إبراهيم أسس البيت وإنما أقامه: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. يرفعها، يعني القواعد كانت موجودة، بناء كان موجود، فجاء إبراهيم فرفع القواعد، رفع البناء، يعني الأسس موجودة، فهدمه الطوفان. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وكان يسعفه ويساعده ابنه إسماعيل. وصلوا إلى هذا الوادي الجاف، هالصحراء، أقبلوا ومعهم شاة، هذا رزقهم، هذا مخزن طعامهم، بعد ما في، مو مثل الآن كل بيت فيه مخزن ومليء بالمواد الغذائية. سابقا إذا مشى الرحالة مشت معه شاة، هذا يشرب هالحليب ويأكل هالعبان منه. فجاء فحجرها، والآن يسمونه حجر، حجر إسماعيل، يعني المكان الذي اعتقل واحتجر وحجر فيها شاته، حجرها يعني، حجر شاته وربطها واعتقلها، فيسمى حجر إسماعيل. وهذا داخل في الطواف، ما يجوز للإنسان أن يفصل بين الحجر وبين الكعبة شرفها الله فيطوف، يكون طواف باطل. فسمي بالحجر لأنها المكان التي حجرت فيها شاته. أما بالنسبة إلى المقام، المقام مقام إبراهيم، هذا درج، يعني درج سلم، لأن البناء لما ارتفع ما كان النبي إبراهيم يستطيع أن يواصل عملية البناء، ارتفع البناء، فجاء بصخرة كبيرة ولصقها إلى جانب الكعبة وصعد عليها، قام عليها ووقف عليها، يسموها مقام إبراهيم. هذه الحجرة التي وقف عليها بمثابة درج سلم، يعني الآن يرقى عليه البناء، سمي مقام إبراهيم. ولكثرة الطواف وازدحام الناس فصلوه مفصول الآن، وطبعا هو يكون خارج من الطواف، لكن الحين ما حد يلتزم ما عدا أتباع أهل البيت سلام الله عليه. وإلا أنا العام شاهد جماعة يطوفون فوق في الأروقة، الأروقة اللي فوق، واحد ماخذ عائلته يطوفهم فوق، ما بعد طاف حول البيت شرفه الله. ما في مجال، الناس في حدود مليون إلا شيء يطوف، فالطواف فائض إلى الأروقة، إلى الأروقة، يعني ما عدا أتباع أهل البيت يكونون حريصين على صحة الطواف، فيزجوا نفسهم في الداخل عادة، يطوف بأي طريقة، هذا لازم أهله وعائلته وعنده كتابه ويلف في هالأروقة فوق. قلت له: ما تصنع؟ فش تسوي الآن؟ قال: والله أنا أطوف ويا الوالدة. قلت: أنت قتلت نفسك وقتلت الوالدة هذه، لأن الطواف في الأروقة هذه يحتاج ساعة ونص، يا الله ينهي طواف واحد، ساعة طويلة مساحة البيت في الرواق اللي فوق يلف هذا، هذا ما تكمل إياها الوالدة وهي ما شاء الله بعد ما تكمل إياها إلا بكرة الصبح مرة واحدة.
ثانيا طوافك باطل، بعد لو هالتعب فيه مزية في خير كل مرة. لاحظ يعني الإنسان بات يبحث عن الراحة، يدور الراحة، صح الطواف أو ما صح الطواف. فالطواف له حدود، والطواف نحن من السابق يكفي أن الإمام زين العابدين سلام الله عليه على أيامه مفروض ما يكون الطواف ضخم، لكن لما أقبل هشام ما استطاع أن يطوف، زاحمه الحجيج هيأ له الكرسي وجلسه ما استطاع. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، ما حاج حاج إلا وبارك الله له في رزقه، مبارك. والبيت شرفه الله، من دخله كان آمنا دنيا وآخرة، دنيا وآخرة. أما بالنسبة إلى الآخرة فقد وردت الأحاديث، من حج فقد رجع كيوم ولدته أمه لا إثم عليه ولا دين. وهو الإنسان خلاصه في الآخرة من أي شيء غير إذا جاء فارغا من الذنوب. من حج مخلصا صادقا، لا كما يقول الإمام زين العابدين يصف الحجيج سلام الله عليه، ما حججت إلا أنا وناقتي وابن يقطين في البصرة، وهذول كلهم محجات. من دخله كان آمنا، وإنما يذكر العلماء يضيق عليه في مطعمه وفي مشربه. البيت شرفه الله يعتبر منطقة منزوعة السلاح على لغة العصر، ما حد يدخل مسلح. البيت شرفه الله يعتبر منطقة منزوعة السلاح، والقصد من هذا أن يخفف العدوان المنتشر عند العرب آنذاك، لأن العرب ما يمشي إلا بسلاحة، لغة سفك الدماء عندهم، قتل ونهب أي لغتهم. فالإسلام أقر الأشهر الحرم على أساس يدعو إلى السلام، ثم اتخذ البيت شرفه الله منطقة منزوعة السلاح على أساس يحث على السلام. وطبعا هو السلام ما يقوم على هالأمور، وإنما هاي أمور تخفيفة. السلام لا يقوم إلا إذا وجد الإيمان في قلب المؤمن، وإنما هذا يسمونه علاج تخفيفي. الواحد يروح إلى الطبيب يريد يقلع سنة، يعطيه علاج يخفف الألم، لكن بعد كم ساعة ينبعث الألم بعد، هذا ما يكون علاج، علاج جذري. أما العلاج الجذري لا، يكون يقتلعه من أساسه، هذا ما يجي هذا مرة ثانية. فمن دخله كان آمنا، آمنا في الدنيا والآخرة. ولو التجأ المجرم إلى البيت شرفه الله، لو قتل إنسان إنسانا ولجأ إلى البيت، ماذا يقول العلماء؟ يقولون يضيق عليه في مطعمه وفي مشربه حتى يخرج من تلقاء نفسه، ما يجوز أن يعتدى عليه في البيت، لقوله تعالى ومن دخله كان آمنا. أول من خرج على تعاليم الدين وتعاليم الإسلام وأحكام الشريعة يزيد بن معاوية، فقد بعث 40 رجلا من شياطينه وأمرهم أن يسفكوا دم الحسين ولو كان متعلقا بأستار الكعبة، لذلك أحل من إحرامه بعد أن طاف وصلى ركعتي الطواف وسعى بين الصفاء والمروة، وقصار أحل من إحرامه وحولها إلى عمرة مفردة، وخرج في يوم التروية، يوم التروية اليوم الثامن
لأن عادة هناك في المشاعر ما في ماي، المشاعر مو مثل الآن، يعني منى وعرفات والمزدلفة ما فيها مياه، فيوم الثامن الحجاج يأتون إلى زمزم يرتوون منها، كل واحد يأخذ الماء في ذاك اليوم، فيسمى يوم التروية. وإذا بالإمام الحسين سلام الله عليه ينوي أن يشد رحيله ويخرج ويتحول من حج إلى عمرة مفردة، أقبل الناس إليه يا ابن رسول الله، أقبل المسلمون للتبرك بحجك في هذا العام، أنت أمنع الناس وأعز الناس فما بالك تخرج؟ قال: لا أحب أن أكون ذلك الكبش الذي يستبيح حرمة البيت. أقبل إليه أخوه محمد بن الحنفية: أخي، ما الذي دعاك إلى الخروج؟ إلى أين تتوجه؟ قال: إلى العراق. قال: يا أخي، أهل غدر ونفاق لقد غدروا بأبيك وأخيك، وأخشى أن تكون ثالث ثلاثة، توجه إلى اليمن أو توجه إلى أي مكان آخر. قال: أعدك النظر يا أخي فيما قل. فلما أن انتصف الليل وإذا بأبي عبد الله يهيأ رحالا، أقبلوا إلى محمد بن الحنفية: ادرك أخاك فقد عزم على الخروج. أقبل محمد، ضم الحسين إلى صدره، نادى: يا أخي، ألم تقل أنك ستعيد النظر؟ قال: بلى، ولكن رأيت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يحثني على الخروج والتوجه إلى كربلاء. قال: فما معنى حملك هذه النسوة؟ قال: شاء الله أن يراهن سبايا على ظهور المطايا. عند ذلك أخذ يودع الركب صغارا وكبارا، أقبل إلى أخيه الحسين، ضمه إلى صدره، قبله بين عينيه، نادى: أخي حسين، في أمان الله، في دعة الله، ودعتك الله يا حماية الخايف يا صندل. قل لي يا أبو السجاد، وين تعيد العين؟ لا وين قاصد يا عظيم بهالطعينة؟ غصب علي ارجع بلايا يا كل مدينة، وانظر بيوتك خالية وبنتك حزينة، سكون المدينة من بعدكم صاير مجي. قلنا: ندري قلبك من الوجه مجروح، لكن عقب حجك يا خو يا سافرور، سكن بواجي بنت خايك ولد منه، والخبر عندكم من طرفنا ما هو بعيد، رجال انتصر نجيك مكتوب السلامة، جان اندبحنا لازم ترد اليتام، بني وبينك حمرتي الدنيا علامة، وافعل يا خويا من البواجي كل ما تري، تتنوم اسم نصرك يا بو سكن الاجانب.
تعال يا قرة العين. وقد انجلى وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم وزمزم لم يدر أين يريح بدن ركابه. تقبل أعمالنا جميعا يا الله، خذ بأيدي يوقفون بين يدي المحققين والقضاة عند الحكام من قبل المحكمة بكذا وكذا وكذا، فأتى زوعة المنطقة الفلانية تدل على جماعة 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 كذا وكذا، يذكر ما عملت هذا وما قلت وما تفوّر ما كنت وما تفوّر أي الشريف وكنت الشريف، وإذا بأقوال كلها من أولها إلى آخرها دونتها عالم الآلة واتفق بها عالم الآرض. هذا الإنسان الآن في دار الدنيا بات قادر على أن يجعل لسانا شاهد عليه ويدا شاهد عليه ورجلا شاهد عليه، فكيف بخالق الإنسان سبحانه وتعالى؟ وهو الذي أنشأ جنات، القصد من الإنشاء هو أن الآية الكريمة تريد أن تحدثنا عن الجنة وما فيها من النعيم. نسأل الله حسن الخاتمة وأن يحشرنا في زمرة محمد وآل محمد. القصد من هذه الآية الكريمة هي إيضاح الجنة وما فيها من النعيم، وهو الذي أنشأ جنات. الجنات ما معناها؟ الحداء يقول مساجد، والجنة التي هيأها الله للمتقين هي هكذا مساجد مليئة بالقصور والمراق وفيها كل ما لك وقع. والقرآن الكريم تحدث عن كل جزية من جزئيات الجنة، وهو الذي أنشأ جنات. الله سبحانه وتعالى خلق هذه
انت معي مخلوقة او غير مخلوقة بعد. فكيف يخلق الله شيئا ثم يبنيه ويعوده ويسجده النار بعد لم تخلق؟ علماء اخرون يقولون لا، الجنه مخلوقه والنار مخلوقه، وعلى هذا مذهب اهل البيت سلام الله عليهم، ان النار مخلوقه وان الجنه مخلوقه. والامام الحسين سلام الله عليه، الإمام الحسين لما جمع أصحابه وأنصاره أشار بيده الشريفة يريهم مواضعهم في الجنة. تعرف الرواية هذه؟ أشار بيده الشريفة فأراهم وأطلعهم على منازلهم فردا فردا. ماذا يقول الشيخ حسن التلستاني في أنصار الحسين مثل صاحب هذه الليلة الرجل الفقيه حبيب ابن مظاهر اللي كان يريد أن يكون سباقا إلى الشهادة، يقف في واقعة صفين في النهروان في الجمال، يا أبا الحسن أشوف الحرب لم تمت عذرها وما حظيت أنا بالشهادة، لا في الحرب الأولى ولا في الحرب الثانية ولا في الحرب الثالثة، فمتى أنا أحظى بالشهادة؟ قال لك يوم غير هذا، أنت ناصر ابن الحسين في كربلاء. إلى المقام عظيم. يقول الشيخ حسن التبستاني شاهد الجنة كشفا. أكشف عن أنصار الحسين، شاهدوا الجنة كشفا ورأوها رأي عين. يكتب إليه الإمام الحسين سلام الله عليه إلى الرجل الفقيه كبيرا في السن مع شيبته ووقاره وفقهه وعلمه، أقبل ترك الحلائل والأموال وتوجه إلى نصرة الحسين سلام الله عليه. من الرجل إلى الرجل الفقيه حبيب ابن مظاهر الأسدي. أما بعد يا حبيب فأنت أعرف بنا من غيرك، تعرف أهل البيت ومقام أهل البيت، وقد حوصرنا في كربلاء، فلا تبخل علينا بنفسك. ولما جاءت هذه الرسالة الله وضعها على رأس مرار يقبلها وقال آن الأوان الذي وعدني فيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وكان لها المرأة دور أراد يمتحنها وأراد يحتضرها. لما عقل إليه أهله وأقاربه يريدون يعرفون نيته، حبيب أنت عارف ما بين يزيد وبين الحسين، ترى الخيل والرجال والأسنة والسهام والنبال والكوفة شغالة على قدم وساق، إياك والدخول بين السلاطين، انجو بنفسك لا تدخل في معركة مع أحد. قال قلت نفسك أنا لن أدخل في معركة مع أحد ولا أساند أحد، فأخفى ما في نفسه عليهم لأنهم لهم هوى مع بني أمية. سمع زوجته قالت حبيب الحسين يعرض عليك النصرة ويستنجد به. خليك مع أنصار الحسين، هذا موسم، هذا موسم الأجر والثواب.
سميت فلا تذهب ولا تستجيب إلى ندائه. قال أخشى عليك أن تترملي سنين أرملة وما في أحد عيشين في ظلاله. قالت يا حبيب دعني ألتهم التراب وتوجه إلى نصرة الحسين. كان موقف عظيم ونبيل منها. وكان هذه الليلة حبيب سر الحمراء زينب حبيب سر الإمام الحسين سلام الله عليه. الإمام الحسين كان عاقل لنا عشر راية لرجالاته والأبدان إنا عشر راية وسع الرايات كلا أعطاه راية بقيت راية منفوبة بالخيمة. كل واحد من أصحاب الحسين أكبر يا ابن رسول الله تشرفني بحمل هذه الراية. قال لا لها رجل غيرك سيقدم علينا ينصرنا. بينما هم كذلك وإذا بغبرة أسيرت وإذا بالحسين يقول بني هاشم بني هاشم أبا الفضل عباس شبيه النبي تهيأوا واستقبلوا الرجل الفقير حبيب ابن المبارك.